بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم. الحلقة دي مخصصة للكلام على الأدوية اللي بتمنع والمواد الطبيعية اللي موجودة في كل بيت اللي بتمنع انتشار السرطان وبتقاومه مقاومة شديدة، وبالتالي تساعد الأدوية اللي الدكتور بيكتبها لعلاج السرطان. الحلقة اللي فاتت وعدتكم ان انا هتكلم عنهم، واتكلمنا عن ادوية الطفيليات كلها، واتكلمنا عن اعراضها الجانبية وطرق الاستخدام وكل حاجة عنها، وارجو الرجوع للحلقة اللي فاتت ضروري. اتكلم النهاردة بقى عن حاجتين. الحاجة الاولى منهم دواء موجود في كل بيت، مفيش بيت بيستغنى عنه، دواء اسمه الاسبرين، كلنا عارفينه وموجود وبيستعمل في الغرض بتاعنا ده النهاردة بأقل جرعة من استخدمها. فاكرين الأسبرين اللي بيقولوا عليه بتاع الأطفال التركيز الصغير 75 أو 80 ميلي جرام اللي بيستخدموه العيانين علشان يحميهم من التجلطات، الناس اللي فوق سنها كبير عندها السكر أو عندها مشكلة في القلب والكلام ده وخفيف من التجلطات، أبسط دواء الدكاترة بتمشيهم عليه هو الأسبرين. احنا بقى مش عاوزين غير الاسبرين ده. بحث لسه منشور يعني من كام يوم سنة 25 عن ازاي الاسبرين بيحمي من انتشار خلايا السرطان، مش من حدوث خلايا السرطان، والاخطر هو الانتشار. حاجة بيسموها الميتاستيزس، يعني ايه؟ يعني الورم اللي حصل في مكان ولو فضل محدود في المكان ده بيسهل على الاطباء ان هم يعملوا عمليه جراحيه ويشلوه، لكن لما يروح يجري يروح في كل حته يقول لك ده انتشر في الجسم. طالما انتشر في الجسم ده بيقول لك يعني بيبقى علامه مش حلو. ف 90% من وفيات المرضى بتبقى من الانتشار من السرطان مش من السرطان نفسه. فالخلايا المنتشره دي المتوزعه دي منعتها للادويه اقل، منعتها للأدوية أقل، وبالتالي الأسبرين بتاعنا النهاردة يقدر إن هو ينشط الجهاز المناعي إن هو يمنعها من أساسها. يعني إيه؟ خلايا السرطان لما تيجي تتكون في مكان وعاوزة تهاجر بقى وتنتشر بتبقى يعني في لها بتغير خصائصها باختصار. فالتغيير في الخصائص ده الأسبرين بيساعد على إن الجهاز المناعي يكتشف الحوار ده. الناس اللي هربانة دي وهتروح تعمل بؤر سرطانية في الأماكن التانية دي. فبيعمل الحكاية دي إزاي؟ أول حاجة الخلية الأورام بتبقى ماشية وهي ماشية في الدم متخبية من الجهاز المناعي، مغطية نفسها بصفائح الدموية. صفائح الدموية بتاعتنا عاملة درع كده، قال يعني الجهاز المناعي لما يجي يهجم عليها تصد تقاومه. طبعا أحسن دواء مضاد لتجمع الصفائح هو الأسبرين، فيفك من عليها الشيلد ده ويلا بقى شيل الغطاء اللي عليه كده، فالجهاز المناعي يبدأ يكتشفها ويقول لها تعالى رايحة فين، يقتل في الخلايا السرطانية المهاجرة دي عشان ما تروحش تعمل بؤر في أماكن تانية. خلايا السرطان الأم نفسها نسبة الالتهاب عندها لما بتزيد بتساعدها على إنها تتحور وتبدأ تطلع خلايا مهاجرة تروح لبؤر تاني. وأحسن دواء مضاد للالتهاب بيهبط إنزيمات المنتجة للمواد الملتهبة، حاجة اسمها كوكس 1 وكوكس 2 وحاجة سرومبوكسان اي 2 اللي هو البحث اتعمل عنه سنة 25 اكتشف ان هو بيمنع السرومبوكسان اي 2 اللي هي مادة الالتهاب اللي بتحتاجها الخلايا الاورام علشان تبدأ في انها تشيل هدومها وتجري تطلع عشان تروح لها بؤرة تانية وتعمل مصيبة في مكان تاني. بيهبط المواد الالتهابة دي ويوقف الهجرة من اولها. فبالتالي وحاجات كتيرة بقى كتيرة، حاجة اسمها التحول الزهاري المتوسطي ده ان هو خلايا السرطان لما تيجي تهاجر تصبح اكثر قدرة على الحركة والنشاط. يعني ايه؟ خلاص هتطلع بقى تبدأ تتحرك بسرعة وتبقى اكثر نشاطا، هو يهبط لها عملية النشاط ده فتبقى بطيئة في الحركة ويقدر الجهاز المناعي يسيطر عليه. يعني كلها حاجات
اكتشفوها بقى الحكاية العلماء دي ازاي؟ اكتشفوها بالصدفة، اكتشفوا من سنة 2011 ان الناس اللي عندها اورام وماشي على اسبرين عشان حاجة تانية، ما هو مريض السرطان لا قدر الله، ساعات يبقى عنده القلب، ساعات نبقى بنديله اسبرين هو بياخده كمسكن ساعات كده، فلو ان انتشار الورم عندهم محدود جدا، ما بيحصلش انتشار، بيفضل محدود، فمن حالة واتنين، وعملوا دراسات إحصائية ونشروا في مجلات والكلام ده من سنة 2011 شغال، وبيحاول يعرفوا الطريقة لغاية ما آخر بحث اللي منشور من كام يوم ده. فربطوا بقى، قال لك الأسبرين خلاص احنا بقى الأسبرين ده استعمله المريض يمشي عليه، بحيث ان هو اول ما يكتشف السرطان نمنع انتشار، وبالتالي نحده في مكان ونقدر خلاص نخلص عليه ان عاجلا او اجلا. فمهم يا جماعة، نصيحتي لكل الناس اللي اكتشف عندها ورم سرطان، والناس اللي ما عندهاش حتى اورام سرطانية وتقدر تاخد الاسبرين تاخده، وانا عملت عنه حلقة عن ميزات اخرى ومنافع اخرى كتيرة فيه، وطبعا برضو له مضار ومحاذير، لان مش هو يعني بكل حاجة حلوة فيه. الناس اللي عندها قرحة ما ممنوع تاخده، تاخد بدايل بقى، في بدايل تانية حديثة ما بتعملش، او مش حاجة اسمها برضو مثبطات الانزيم الكوكس وان، ده مضادات للالتهابات حديثة بتعمل نفس المفعول بس اقل شوية. يعني في مشكلة برضو الناس اللي بتاخد ادوية سيولة اخرى ما تقدرش تاخد الاسبرين معاها الا برضو تحت اشراف طبيب. طيب نعمل ايه احنا عشان نتلافى اعراض الجانبية للاسبرين، وفي نفس الوقت نحارب السرطان اكتر، نضربه ضربة تانية، وكل ده مع العلاج اللي الدكتور مشينا عليه. احنا بنساعد الدكاترة، بس اوعى تبطل علاج سواء كاتب لك كيماوي او مش كيماوي او مناعي او موجه او اي حاجة، اوعى توقف ولا تقلل جرعات انت، عشان الحاجات دي تجيب نتيجة احسن. السرطان مرض مش سهل، مش تقول همشي على شوية اسبرين والبتاع اللي الدكتور قال عليه في الفيديو وخلاص كده خلصت، تمام؟ فاحنا لا، الكلام ده لازم ان احنا نمشي على الادوية. نعمل ايه بقى وفي نفس الوقت المادة دي تساعد معانا بقى على مقاومة السرطان؟ دي بقى مش بتمنع انتشاره بس، لا، دي بتساعد اي دواء انه يقدر يضرب في خلايا السرطان اكتر، بتقوي الادوية عليه. فدي المادة التانية بتاعتنا، وهي مادة المشهورة وموجودة في كل بيت، وعملت عنها حلقة مشهورة جدا، مادة الصوديوم باي كربونيت، او مادة السودا اللي هي جمع العرقين بيحبوا يسموها السودا. احنا عندنا بنجيبها من عند العطار وساعات البقال، بنشتريها كده بالربع كيلو بالتمن كيلو، مادة رخيصة يعني، حاجة بسيطة كده تشتريها في كيس كده ربع كيلو بعشرة خمستاشر جنيه، كلام فاضي يعني. بتحط منها نص معلقة على كوباية مية، ماشي، وتشربها على الريق يوم او بعد يوم، ما تشربهاش كل يوم، لان هنقول برضو ان ما زاد عن حده انقلب الى ضده، فبتشربها يوم بعد يوم او كل يومين. دي بتزود حاجة اسمها قلوية الدم شوية خفيف، الكالوزس، بس ما بتوصلناش للكالوزس المضرة اللي هي رفع بسموه الأس الهيدروجيني بالعربي، او البي اتش بتاع الدم ترفع لفوق خالص، فدي لا. ليه بقى؟ ليه هي لها مفعول بيساعد ادوية السرطان على قتل السرطان؟ ليه يا سيدي؟ ادوية السرطان الوسط بتاعها، سوري مش ادوية السرطان، الورم السرطاني نفسه الوسط بتاعه حامضي، يعني هو بطبيعته السرطانات كده، تلاقي ان الوسط اللي هي عايشة فيه تحب الاحماض، ومن ضمن الاحماض دي مواد الالتهاب اللي بتخليها اقوى وبتخليها اكثر نفاذية وميل لانها تخرج وتهاجر. فبتنزل الصوديوم كربونيت دي، باي كربونيت دي، مش كربونيت، باي كربونيت اللي هي صودا الخبيث، عشان برضو في بلاد بيسموها صودا الخبيث بس. بتنزل على الحموضة دي وتعدلها وتغير الوسط، فالمواد الضارة اللي جوه خلايا السرطان ما تقدرش تعيش، فتبدأ خلايا السرطان
يعني تستجيب بسرعة للأدوية اللي بتقدر تقضي عليها وتقاومها. فالأبحاث اتعملت عليها كتير على موضوع دور البايكربونات، وهنقول برضو الميزات وهنقول برضو المحاذير. أول حاجة إن زي ما قلنا إن بيئة الأورام بتبقى بيئة حامضية، ودي البيئة الحامضية بتساعد في تطور السرطان وزيادته، فهي بتقدر تتغلب على الحكاية دي. البيئة الحامضية دي برضو بتعزز غزو الخلايا السرطانية وانتشارها زي ما قلنا، فهي برضو بتصبط الكلام. البايكربونات بتنشط التعرف الجهاز المناعي، يعني بتعرف بتقول لجهاز المناعي أو بتساعد جهاز المناعي على التعرف على خلايا الأورام، سواء الثابتة أو اللي راحت أو اللي عاوزة تروح في حتة تانية، فما يقدرش يهرب. وده بيساعد طبعا الأدوية وبيساعد العلاج المناعي كويس جدا. فالعلاجات المناعية بتفرح قوي 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 بقى بإنك أنت تخلي الوسط بتاع الخلايا الأورام تعادل الحموضة بتاعتها، فده شيء جميل جدا، يعني حاجة مفيدة جدا. طيب، فهي باختصار الأبحاث لقت إنها بتعزز من مفعول أدوية السرطان، فدي حاجة. تالت حاجة عاوز أضيفها أنا بقى من عندي، يعني إن الكركم يا جماعة، وناس كلمت عليه كتير قوي له فوائد كتير، الكركم من المواد لها حاجات كتيرة، فوائد كتيرة قوي حتى على الإنسان العادي، لكن هي من المواد اللي بيقولوا عليها بتعمل حاجة اسمها الهورميسز. يعني ايه الهورميسز دي؟ معناه ايه؟ اللي هي الضربة التي لا تقتلك تقويك. هي بتخش الخلايا، عشان اوضح الحكاية الصعبة دي، بتخش الخلايا تطلع عوامل مؤكسدة. تقول لي كده هيبقى مضر؟ اقول لك بتطلعها بنسبة بسيطة. فالخلايا العادية بتقدر انها تتغلب على عوامل المؤكسدة دي، بتبدأ تستعد بعد كده وتقوى وبتاع، فهو عشان كده حلو ده الخلايا العادية. لكن خلايا السرطان اصلا العوامل المؤكسدة عندها عالية، عندها مشاكل كتير اصلا، فمجرد ان الكركم يتحط معاها ويطلع عامل المؤكسدة دي، ويكون معانا دواء بقى كمان زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت، الإيفرميكتين والفينبندازول وأدوية السرطان التانية برضو، تطلع عامل المؤكسدة تانية، خلايا السرطان ما استحملش، تبدأ تخش في حاجة اسمها الموت المبرمج، تخش في الموت المبرمج، حاجة اسمها الأبوبتوزيس. تقول لك يلا أنا مش عارفة ألم العملية، أنا متوكل على الله. فإحنا كل اللي بنعمله ده، طبعا الكركم ما بيمتصش كويس من المعدة والأمعاء إلا لما يكون معاه فلفل أسود، فلازم ده شوية فلفل أسود على شوية كركم وكده، وتغليهم بقى وتعمل مشروب منهم والكلام ده، تحطهم تاخد لك كل يوم لازم نص معلقة كركم مع شعرة فلفل أسود كده عشان الامتصاص. هتقولي التلات حاجات دول أستغنى بيهم بقى عن أدوية السرطان؟ هقول لك على مسؤوليتك، ده بيبقى جنون، لكن احنا ما نضمنش. وده العيوب اللي احنا بنقولها، احنا بنقول يا جماعة ان الدراسات دي ما هياش بتغني عن الدواء اللي كاتبه الدكتور، ما هياش روشتة علاجية، دي حاجة بتساعد او اسلوب حياة بيساعد في التخلص من موضوع الاورام او تحديدها في اماكن معينة. طبعا لو الورم كبير قوي لازم بيحتاج عملية عشان يشيل الجزء الأكبر منه، والحاجات الشاردة بقى والحاجات الكلام ده هي العلاج الكيماوي والأدوية التانية مع الحاجات دي تساعد فيها. فأنا أرجو أن المريض اللي بيسمعني يكون يعني فاهم قوي أنا بقول إيه، ما يروحش يقول أبطل الأدوية بتاع الدكاترة وتوقف، لأن ده مرض خطير، وإذا عاد إذا رد الإنسان أو انتشر أو بقى تغلب يعني تبقى العملية مشكلة كبيرة. الحلقات اللي بقولها دي توعية فقط ولا تغني عن الدكاترة المتخصصين. أنا كل اللي بعمله إن أنا بجيب أبحاث حديثة منشورة، وأجيب كمان ساعات أصلها القديم، لأن ساعات بتأنتداد الأبحاث أقدم، وأتكلم عن الموضوع في عملية تثقيف للمريض وإفادة له، لعل ذلك يكون إيه يعني حاجة كويسة وتبقى في ميزان حسناتنا. فأنا أرجو أن أنتوا تدعوا لنا
وال يعني الفيديو الفيديوهات بتاعت الاورام دي بالذات ارجو انها الناس تعمل بيها اعجاب وتنشرها على للناس اللي تعرفها والكلام ده، لان تعم الفايده، لان الموضوع احنا مش بنتكلم في حاجه بقى للشباب وزي الفيديوهات التانية او حاجه الامراض الخفيفه دي، حاجه مرض يعني ايه كلنا اتمسنا بيه، كلنا عندنا في اسرنا بما فيهم انا يعني عندنا اقرباء وعندنا اعزاء توفوا قدام عيوننا، ولم نستطع ان احنا نعمل لهم اي حاجه، وما كناش نعرف يعني المعلومات دي كلها، وده اللي جرينا ان احنا نبحث وندور في المشاكل دي هل هناك جديد فيها. وانا تخصصي ابحاث السرطان، بنحضر مركبات كيميائيه جديده ونقيسها ونقيسها على خلايا اورام، ونجيب حيوانات تجارب ونصيبها بالورم ونجرب عليها المواد الجديدة اللي احنا بنحضرها دي، وحاجات جديدة فيها نتائج كويسة جدا ومنشورة، يعني لو حد بيدور عليها او بيدور عليها ممكن يلاقيها. ده اللي عندنا النهاردة، وإلى لقاء في حلقة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن الوقاية بقى من السرطان، لان في ناس كانت بتتكلم عاوزة تاخد ادويه الطفيلات كوقايه. لا ما ينفعش، انا في بحث قابلني عن كيفيه الوقايه، وهجمع برضو معاه كل ما هو يستخدم للوقايه كاسلوب حياه، حاجه تمشي عليها، حاجه طبيعيه تمشي عليها تساعد في الوقايه من حدوث اورام. وربنا الشافي، ودي اللي عندنا النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.